بعد استقرار الوضع الأمني في ناحية جنديرس، يعود العم عبد الكريم صاحب أحد المحال التجارية لافتتاح محله المتخصص لبيع المواد الغذائية من جديد، بعد إغلاقه لمدة 40 يوما بسبب نزوحه خلال العمليات العسكرية لغصن الزيتون، حيث عاد سوق المدينة ليشهد حركة تجارية لتلبية احتياجات الأهالي العائدين إلى بيوتهم. رجعنا الحمد لله بعد ما نزحنا أكثر من 40 يوم برات جنديرس، برات منطقة عفرين، يعني بضيع قرى عفرين. بعد ما استقر الوضع بجنديرس رجعنا الحمد لله بخير وسلام، ورجعنا فتحنا محلاتنا بجنديرس، فتحنا محلاتنا والحمد لله رب العالمين، الشغل كويس وبلشنا نشتغل والسوق كلياته فتح الحمد لله رب العالمين. وأنا بتمنى من جميع أهالينا اللي غادروا جنديرس يرجعوا على جنديرس. تعتبر ناحية جنديرس ثاني أكبر نواحي عفرين، ويعتبر سوقها مركزا رئيسيا في المنطقة، حيث يلبي هذا السوق احتياجات أهالي أكثر من 15 بلدة تابعة لجنديرس، بالإضافة لتأمين احتياجات سكان المدينة الذين عادوا بنسبة 80% إلى منازلهم، فيما يؤمن هذا السوق كل احتياجات الأهالي من مواد غذائية وكافة أنواع الخضار، حيث يتم استيراد هذه البضائع من المناطق المحررة سابقاً كريف حلب الغربي والشمالي، ومنها يتم استيراده من تركيا عبر المعابر التجارية. الحمد لله السوق هون بجنديرس فتح وبكافة أنواعه وبكافة أصنافه الحمد لله، والسوق هون الحمد لله بعد ما عادت الحياة الطبيعية الحمد لله جنديرس، قلت لك يعني السوق رئيسي وتجاري بيخدم مو بس جنديرس، بيخدم جنديرس والقرى المحيطة بجنديرس، وفي نسبة من القرى كبيرة يعني كلياتها بتنزل هون بتتسوق من جنديرس والحمد لله. إقبال الأهالي على هذا السوق بعد فتح المحال التجارية أعاد للمدينة حيويتها ونشاطها، لا سيما مع استمرار الجهات المعنية بالعمل المستمر على إعادة الخدمات إليها، ويأمل الأهالي استمرار هذا الاستقرار والأمان بشكل دائم في مدينتهم. بعد استقرار الوضع الأمني وعودة المدنيين إلى ناحية جنديرس، بدأت أسواقها مجددا لتفتح أبوابها أمام الحركة التجارية لخدمة المدنيين في المدينة والقرى المحيطة بها. عمار جابر، أورينت نيوز، ناحية جنديرس، ريف حلب.